توكلنا على الله. حل التدريبات على الأدب في كتاب الامتحان صفحة 214 بيقول يعتمد النثر على عنصري الخيال والعاطفة. خطأ طبعا، ده احنا قلنا ان تعريف الشعر هو اللي بيعتمد على الخيال والعاطفة والموسيقى كمان. ده تتعدد الأغراض الشعرية في القصيدة الجاهلية، صح طبعا طبعا. جيم تميزت المعلقات بقصرها إضافة إلى تعدد، خطأ طبعا، المعلقات طويلة الأبيات، منها أبيات تبلغ فوق 100 بيت. دال تعد الخطابة من أقدم فنون الناس لأنها تعتمد على المشافة، صح طبعا. من أشهر خطباء العرب امرؤ القيس خطأ، قص بن ساعدة، ده من أشهر خطباء العرب قص بن ساعدة، قاف سين ابن ساعدة. واو، من أهم فنون الناس في عصر الجاهلية الخطابة والوصايا والحكم والأمثال، صحيح كلها صحيحة. زي يغلب على أسلوب الوصايا السجع، أيوة طبعا بيكثر فيها السجع. يتسم أسلوب الأمثال بالإيجاز ووضوح المعنى، برضو صح، أيوة صح. أجب عن الأسئلة التي قارن بين كل من الشعر والنثر. قلنا الشعر بيعتمد على الخيال والعاطفة والموسيقى، والنثر يعتمد على الأفكار والمنطق والإيه والعقل، ده الغالب عليه يعني، ولا يعتمد على وزن ولا إيه ولا قافية. ب، حدد معالم بناء القصيدة الجاهلية، ده أهم سؤال على الإطلاق. قول يا مدير. الوقوف على الأطلال، زعم المحبوبة، وصف الناقة، ثم الدخول إلى الغرض الأساسي، وقد تتعدد الأغراض بين مدح ورساء وهجاء وغير ذلك. كمل إجابتك. الوقوف على الأطلال، زعن المحبوب، وصف الناقة، وبعدين الدخول إلى الغرض الأساسي. قد يكون الغرض ده إيه؟ مدح أو رساء أو هجاء أو وصف أو غير ذلك، ولكن كثيرا ما تتعدد الإيه؟ الأغراض. اسمها إيه بقى؟ بناء القصيدة الجاهلية. جيم، بما تفسر تعدد الأغراض في القصيدة الجاهلية؟ حلم وترحال وعدم استقرار والحروب ومشاهد كثيرة يراها الإيه؟ العربي. فكما كان ينتقل من مكان إلى مكان، كان ينتقل من غرض إلى إيه؟ إلى غرض. دال، ما المعلقة ولما سميت بهذا الاسم؟ معلش ده دال بقى، ما المعلقة ولما سميت بهذا الاسم؟ المعلقة هي قصائد طوال تمتاز بجمال الصياغة، وسميت بهذا الاسم لأنها إما علقت في الأذهان أو علقت على الكعبة أو تعلق على الخيام أو على الصدور إلى غير ذلك. ما عدد المعلقات؟ الأصل أنهم 7. معلقة امرؤ القيس، وبعدين زهير بن أبي سلمة، عنترة ابن شداد، الحارس ابن حلزة، عمرو ابن كلثوم، طرفة ابن العبد، ولبيد ايه؟ لبيد ابن ايه؟ ابن ربيعة، ابن أبي ربيعة. طب مين الثلاثة اللي هم مختلفين فيهم؟ النابغة والأعشى وعبيد ابن الأبرص. بما اتسم المعنى والخيال في الشعر الجاهلي؟ بالضبط، الوضوح، وضوح المعاني، وقلة التأنق في ترتيبها، اللي كان بيقولها بالفطرة، ما كانش بيصطنعها، مش كده؟ والخيال اتسم بايه؟ بتأثره بالايه؟ بالبيئة ايه؟ بالضبط، التشابيه الطريفة. يعني التشابيه؟ جمع تشبيه يعني. وايه؟ ها؟ والتعبيرات، يبقى اتسم الخيال بايه تاني؟ ها؟ بالبساطة، بالتشابيه الطريفة، وبالتأثر بالبيئة المحيطة. انت اصلا بيه المحيطة، كان يشبه الاشياء بالغزال، بالمها، بالناقة، كل ما يراه كان يشبه به. زي وضح سمات الشعر الجاهلي من حيث الفاظه واساليبه. ايه بقى سمات الشعر الجاهلي؟ قول. الفاظه بعضها يتصل بالغرابة، بينوعوا بين الاسلوب الخبري والايه والانشائي، صح كده، التنويع. ما مفهوم الخطابه؟ فاكرين، هي فن مخاطبه الجماهير، وما اهدافها؟ الاقناع والابداع والاستماله. لا لا مش شرط، لا لا طبعا مش بالترتيب. اذكر خصائص اسلوب الخطبه وحدد نوعيه انواعها. حدد نوعيه، عفوا، دواعي الخطبه. ايه انواع الخطبه الاول؟ ايه عفوا، ايه خصائص الخطبه؟
قول يا زياد، قول يا احمد علاء، الايجاد قصر الجمل، ها جوده الصياغه، يعني الالفاظ الجيده المختاره، ها والسهوله الالفاظ ووضوح الفكره والايجاز وشده الاقناع، اهم حاجه الادله التي يقنع بها. طب ايه دواعي الخطبه؟ يعني ايه دواعي الوفاده؟ لما يكون في وفود، المفاخرات بين القبائل بعضها البعض، النصح، تمام، الدعوه الى القتال، الدعوه الى الحرب والايه، كان يستخدموا الخطبه في اثنين، اما في الدعوه الى الايه، الى القتال، او في الدعوه الى الايه، الى الصلح. الوفاده عرفت يعني ايه الوفاده؟ لما يجي وفود كان كل وفد بيقدم شخصا يخطب عنه ليقدم او ليبين مدى مكانته وغيره. ما المقصود بالوصايا؟ الوصايا هي قول او مجموعه من الاقوال التي يقولها حكيم مجرب الى مين؟ الى ابنه او الى الاقل خبره منه. ما الحكم وبما يتسم اسلوبها؟ قول موجز قصير يتسم اسلوبها بالايجاز وحسن الصياغه وغزاره المعاني. للمثل مورد ومضرب. المورد هو القصه الاولى التي حدث فيها المثل، والمضرب هو الموقف المشابه الذي يحدث فيه المثل. انتبهوا، الأمثال تقال على ألسنة الناس، أجل البسطاء. يعني ممكن واحد في الشارع يحصل له موقف، الموقف ده يبقى مثل، لكن الحكمة لا تقال إلا على ألسنة مين؟ المثقفين الحكماء. يبقى المثل أقرب للشعوب ولا لا؟ لأنه يقال على ألسنة مين؟ قلنا البسطاء، الناس العادية. أما الحكمة فتحتاج إلى فصاحة وثقافة وعمق تجربة وخبرة بالحياة وغير ذلك. ما سمات النثر عموما في العصر الجاهلي؟ انتبهوا، دقة الصياغة، وضوح المعاني، الإيجاز، مش كده؟ قلة الصور الخيالية، لأنهم كانوا يعتمدون على الواقع أكثر، أكثر من العقل، أكثر من الإيه؟ من الخيال والعاطفة. صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض الأسئلة عن الأدب في العصر الجاهلي.